اتفضل يا حبيبي. والله انا كنت عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. اتفضل. ان انا بشترك في خدمه زمالك موبايل، تمام، فكل ما اشترك فيها بنلاقي اخبار الاهلي هي اللي بتجيلنا. طب ازاي بقى؟ يعني قول لي ايه الرقم المعين اللي بتتصل بيه؟ بص، هو شركه، يعني اقول شركه الخط اللي انا مشترك فيه ولا لا؟ مش لازم تقول الشركه، بس قول لي يعني بتتصل برقم كام مثلا؟ طيب بص، هو 1911 تمام، ده الرقم. ماشي، ال 1911 اللي هو انشاء النادي. انشاء النادي، ده تاريخ انشاء النادي. تمام. فانا ببعت الرقم وقال لي مثلا زمالك بالانجليزي. اوكي. بدل ما يبعت له اخبار الزمالك بيبعتوا لي اخبار الاهلي. طب ازاي دي؟ مش فاهم يعني. فانا مش عارف بصراحه، هل ده خطا متعمد ولا ده خطا من موظف الشركه؟ فمش عارف بصراحه. طب هل الزمالك مظبط مع شركه معينه انها تبعت الاخبار لجمهوره يعني؟ هم ثلاث شركات، من شركه واحده. ثلاث شركات. طب وهل عملت انت الموضوع ده كذا مره ولا هو مره واحده؟ مره، ده سبع مرات تقريبا. سبع مرات ويجي لك اخبار الاهلي؟ طب ما يبعت على الاهلي يمكن يجي له الزمالك. طب مش عارف. طيب عندك حاجه تانية يا عماد؟ انا عايز بقى احيي حضرتك على الحلقه ديت، وحاجه محزنه فعلا اللي بتحصل في الرياضه ديت، ومش عارف الدرجه الثانيه والثالثه والناس دي مش عارف. شكرا يا عمر، شكرا يا عماد، ميرسي يا حبيبي قوي على مداخلتك، برضو حاجه غريبه نطرحها للناس. يمكن السيستم يبقى فيه ممكن مشكله يا كابتن خالد او حاجه. يمكن عشان الزمالك في المركز الثاني مثلا فبيجيبوا الاخبار بتاعت الاهلي الاول.